نتيلة 3D. الآن إيش نسوي يا جماعة؟ نرفع، لاحظوا هذا ما قد عمل لاش أتاش عادي. نأتي نرفع إيش؟ الطابق إيش؟ الأول للطابق، الطابق متكررة لأنه متشابهة صح؟ نأتي إلى ما قد رفعناش الأبعاد، لاحظوا الأبعاد والتكست ما قد رفعناش. نقول نحدد كذا للطابق الأول ونختار إيش؟ دايمنشن وإيش؟ وتكست. لاحظوا لما انا ليش اجلتها لكم، لما تعمل كوبي وتجيب هذا الشكل ما يتفعل لكش الليجن تو سيلكتد، لانه ليست عناصر، هذه تفاصيل، هذه تتفعل للعناصر الرئيسيه. تختار ايش الثاني الليجن تو سيلكتد فيو، وتقول للطابق ايش الاول، وتقول ايش اوكي. لاحظ ظهر الطوالي. يلا ايش ننسخ الطابق هذا، الطابق الثاني والثالث لانه متكرر. اجي اعمل كليك واعمل فلتر كله بس احذف ايش التكست محدد الان. انت في الطابق، انت في احنا في الطابق الارضي، ركزوا. احنا نجي للطابق الاول، اول حاجه لاحظوا في متحدد، الان هو محدد بس في الطابق الاول. ثم نقول ايش كله بس نحذف ايش التكست والجريد والدايمنشن. تمام، الجريد عن الدايمنشن اجيبها لحالها، ونقول ايش كوبي تو سيلكتد فيو، جيب لنا الطابق الثاني وايش؟ والثالث، اوكي. شوف في لحظة واحدة، هذا المع باقي اللي معنا لايش؟ زي التشطيبات بس تعمل. نقول له ديليتد اليمنت، ما اعرف هذا ايش، في حاجة أحيانا تكون مش مقبولة في الرفع. لاحظوا رفع حالك، تمام. تأتي إلى البلاطة، تمام، وتقول له كوبي، وترفع لا وين؟ لا فوق، وتقول له للسطح، تمام؟ للسطح. لسه نخفي الجدراء، تعمل كليك مره وتروح وين؟ اديت باوندري، ثم تعمل صح، ثم تعمل ايش؟ اوكي، وصلى الله وسلم. هذه الجوينت بسبب ذي الحائط على الجسم معانا دائما. تمام يا جماعه، شوف كيف بدات تشكل حقك المبنى، تلون تغير كيف ما اشتيت، لا يسمع ذي معنا. ثم ناتي نرفع ايش؟ باقي الابعاد ولا هذا صح؟ شوف في نفس الوقت بتشكل 3D، بتشكل واجهات، بتشكل بلانات، وانت بتشتغل في ايش؟ في بقعه. ناتي الى فلتر ونقول ايش تشيكنان، ونختار ايش الدايمنشن وايش والتكست بس، نقول ايش اوكي. ثم نروح نعمل ايش كوبي، ونقول جيب لنا لاوي للطابق الثاني والثالث، اوكي. تمام يا جماعه، يلا نعمل حق السطح الاخيره هذيك. ناتي الى وين؟ الى السطح، لاحظوا للسطح. هنا الان ناتي الى وين؟ الى السطح، نعمل الول ذيك الاخير اللي هو تمام بيت الدرج، لا بيت الدرج نعمله في بيت الدرج. نعمل وين؟ ناتي وول عادي، وول اركتشر، ونختار الول حقنا حق الحائط، رغم احنا عنشكله، طبعا احنا عنشكله. تمام، ممكن نعمل الول الاخير ولا الول عادي الاول، نخليها الول الثاني اللي هو فيه. تمام، وتجي ترسم الول بك، ممكن نختار امر بك على ايش؟ لا قبل ذا ايش؟ نختار ارتفاعه. لاحظ هو الان انت في الطابق السطح يرفع لك للسلم، قول لا ارفع لي لا ارتفاع معين، وبمقدار كم يرفعه؟ 80 سم، كم؟ 60 سم ولا 80 سم؟ ما ادري ايش تقول الستره 80 سم نقول، تمام. ثم تختار بك وتجي ترسم على ايش؟ ضروري على الحواف صح؟ على الحواف، لاحظوا ها نظهرهم بشدد، تمام. تجي ترسم على حواف البلاطه، قد رسمت مره هنا بك بس، ليش؟ لانه بيرسم على ايش يا جماعه؟ حواف البلاطه. ممكن نعمل ميرور، كان مفترض نستغل ايش؟ ميرور، لكن يلا قد بدانا وانجا الامر خرجنا. نختار الوول ونقول ايش؟ كرييت سيميلر بك هذا الول وهذا الول وهذا الول. ناتي الى 3D، لاحظوا شفتوا حتى عادوا ارتفاع كبير، انا اشوف انه ارتفاع كبير، تمام. لاحظوا يا جماعه اشتعمل شكل هنا زي ما وريتكم كذا في الاخير، او اي شكل تجي تعمله طالع، او ممكن ريل. بعض الناس يجي يقول لي انا اشتغل، لاحظ بدات تشكل حتى الواجهات حقك، شوفها تطبع الان تطبع. اشتعمل بعض الناس بيشتغل وول ويعمل ويوم يجي هنا يعمل في الوسط كذا في تشكيلات كذا، او يختم في النهايه هنا، تمام. هذا راجع يا جماعه لك، والصور اللي بتاخذها وترسمها، انا اوريك كل شيء، ممكن ترسم بعدين على اي حاجه. انا اوريكم حاجات جديده. اتي الى 3D،
ايش تعمل شك؟ لاحظ يميل كذا لا نازل ولا نازل كذا قوس. هذا حتدخل في حاجه جديده، ركزوا معايا، حتدخل في اركيتكتشر. اركيتكتشر ها دقيقه خليني اوريك عشان تفهم هذا. انا اشتي اوريك ايش عاد اسوي بعدين تسالني. اجي لا وين؟ لا كومبننت كومبننت، واجي الى موديل انبليس، ادخل في تعديل فاميلي، اقول له الذي عاد اعدل فيه حاجه اسمها وول، انا عاد اعدل فيه وول بس، واقول اوكي تمام. اسميها كيف ما اشتيت، وول كيف ما سميتها سميتها. لاحظوا اختار، طبعا مش تروح في الورشه، اختار طبعا هذا الان برنامج جديد، قلنا لكم برنامج الفاميلي تمام. انا قلنا ممكن تعمل جسم ممكن تعمل اي حاجه. نختار لاحظوا اي شيء سويب، نختار ايش؟ امر سويب. بعد تختار سويب تقول له ايش؟ بيك باث، حدد لي المسار الذي عاد تشكل فيه. اقول له بيك باث هذا المسار حقي، لاحظوا هذا المسار مسار واحد، واقول له ايش؟ صح. من سويب ثاني اقول له ايش؟ اديت بروفايل، غير لي في السكشن وعملها غير. ثم اتي الى وين؟ لاحظ ظهر لك ايش؟ خيارات الرسم. ارجع بهذا الشكل لما يكون قدامي، لاحظ ايش اسوي قدامي كذا، ثم ارسم بهذا، ترسم اي حاجه يحولها لك 3D. لا اسوي انا اعمل بهذا الشكل، اميله ثم ارفعه كذا تمام، ثم ارجع له هنا، ثم بميرور عادي حدد كذا، حد امشي نتحدد لحالهم هذا وهذا وهذا، ثم تعمل ايش؟ ميرور للاكس موجود هكذا، ثم اعمل ايش؟ اوكي. لحظه ايش يحصل؟ اوكي ايش حصل؟ ايش حصل يا جماعه؟ شفتوا كيف؟ الان الونه، كيف الون؟ ركزوا معي، لو عملت فينيش ما يتلونش داخل هذا، ما يتلونش الا تلونه هنا قبل ما تعمل الفينيش الاخيره. لو عملت فينيش الاخيره وشي تلونه ما يقبلش. تدخل من بنتي اذا موجوده بنت تمام، الونها باي لون دشتو تمام، بهذا اللون مثلا ها. ممكن كذا تقرب عشان لما تقرب عند المربع، لاحظوا يشتي شويه دقه يا جماعه، ما يشتي وتحرف كذا خلاص. وعمل ايش؟ ما عمل ايش بنت، وعمل ايش؟ اوكي اوكي انا عملت بين خالد شويه في الورشه، وعمل ايش؟ فينيش خلاص اعتمد لي. الثاني طبعا الا تشتغل هذا بالطريقه للكل تمام. ايش عمل هذا؟ هو الخيرات، ليش عمل هو الخيرات؟ لا هذا قل له لا، اعتقد لا لا ميرور اكيد اكيد. انت قلت لك اشيل وتشتغل هنا، تشتغل هنا الا تشتغل مره ثانيه، لكن لو متشابه تعمل ميرور. جميل، من هنا ايش؟ نختار النص، نرجع على وين؟ لا سطح السلم، لا اقصد لا السطح، ونختاره هذا صاحبنا تمام. لاحظوا ما بيش معانا سنتر اصلا، ممكن نعتمده ونقول ايش؟ ميرور، وناتي ايش؟ للوسط. لاحظوا جاب الطوالي وين؟ فالثري دي تمام. جماعه شباب لاحظوا، شكل اي تشكيله تشتي في السطح تمام. الان ايش حنسوي يا جماعه؟ حنرسم السلم، نرسم السلم، ناتي للطابق ايش؟ الاول مكان السلم وينودها في الاوتوكاد، رسمت السلم هنا. ناتي من اركتكتشر نقول ايش؟ ستير تمام، نقول كنسل. لاحظوا اختار من هنا الرن واقول ستريت تمام. اتي الى اليمين، اتي الى اليمين، لاحظوا في هنا هذا سلم انشائي وهو لا سلم معماري، خلي السلم معماري. في خيار هنا بيقول لك ريلينج، هل ترسم لك وذ درابزين ولا بدون درابزين؟ قول لك بدون درابزين، بدون، لانه حيرسم لك في جميع الاتجاهات درابزين. انا اوريكم، خليكم اوريكم كيف حيظهر في الدرابزين. لو شيء تقول لي بدون، انا ارسم بدرابزين، قول لي بدون درابزين وقول لي نون نن، لانه الديفولت بيرسمه. اوكي انا ارسم لك سلم معماري بدون درابزين، الدرابزين ايش ارسم؟ انا درابزين وانا درابزين والثاني انا درابزين، يعني شكل الشعر اللي في الوسط تمام، لكن اللي هناك حيطلع من السطح تمام. فناتي نغير بس هنا، ثم ناتي بيقول لك انا عاد ارسم لك الان السلم من الطابق الاول للطابق الثاني، كم عدد الدرجات اللي تشتي؟ هذا تحدد على حسب ارتفاع ايش؟ الطابق، كم ارتفاع الطابق حقنا؟ 3 متر، وكم تشتي ترفع القائمة تشتي ارتفاعها كم؟ 15، إذا كم عدد تشتي درجات للمبنى كامل؟ 20. شنو يا جماعة؟ 3 متر قسمة 15 كم؟ الكل 20، لكن هو من نفسه حيرسم. ثم بيقول لك عرض النايمة كم تشتيها؟ هذا عرض النايمة هو بيحدد لك الطول.
على خمشتين، نقول لها ايش 30، ايش درسنا امس التقسيم المعماري. ثم تاتي الى وين؟ للمكان ايش يرسم فيه. لاحظوا هو حيطلع من وين؟ حيطلع من هنا، تبدا ترسم هنا ثم يرجع كذا ثم يرجع يطلع كذا، صح؟ فلاحظوا ايش عاد اختار رسم من السنتر لاحظوا لو رسمت من هنا ايش بيحصل؟ بيرسم السلم من الوسط. لا انا ايش ارسم لي من ايش؟ من الليفت، لا من الرايت. اي عادي، ها شوف ايش اسوي، يرسمه من انت اخترت النقطه هذه ويرسمه بايش؟ من اليمين من الحافه، هو صح. ها هو يرسمها من نفسه، يرسم البسطه من نفسه، تمام. وده عرض البسطه اذا ايوه اكشوال ران ويت اذا متر كم متر، انت ممكن تعملها متر وعشرة زي ما قلنا امس، او تخليها متر اذا عرض البسطه فوق غيرها. يلا كم قد خطينا درجات؟ لازم تقسمين 10 في 10، تمام. كم قد خطينا درجات؟ ما ادري انت شنت وبك بيقول لك نازل ولا ما عاد اغير. باه خذي كيس باقي لك 11 يوريكم زيد درجه. كم زيد؟ درجه. لاحظوا هذا اصبح 10 باقي 10، اعمل كليك ثم اجي في الجهه الثانيه في نفس الخط واقول الباقي. لاحظوا عمل لك بسطه من نفسه، تمام. بس تحدد مكانها، يتحدد مكان السلم، عمل لك بسطه من نفسه ثم نعمل ايش يا جماعه؟ اوكي صح، رسم لك السلم صلى الله عليه وسلم. لكن رسم لك وين؟ في الطابق ايش؟ الاول كيف اسوي به؟ كليك يمين صح؟ كوبي بيست الليجن، جيب لي للطابق الارضي والطابق الثاني والثالث بس. يطلع لك السطح واقول ايش؟ اوكي. ايش تشوف تشوف السلم كيف شكله؟ ها؟ تاتي الى 3 دي تفعل حاجه اسمها قلنا لكم امس يا جماعه ايش نسوي؟ لو تشيل تظهر طابق واحد ها؟ تاتي من كليك يمين من الاوربت من هذا الدوران، كليك يمين تختار اوربت اورين تو فيو لا لا هذا فلور بلان، وتقول لي اظهر لي الطابق ايش؟ الثاني مثلا. شوف اظهر لك الطابق الثاني، لو جي حولت حتى تحرفك كذا ايش مع البهر لك الطابق ايش؟ الثاني بس. يا جماعه جميل جدا. كي تلغي هذا في حاجه اسمها هنا يتفعل سكشن بوكس، الغيه الصح كما ايش؟ رجع لك لنفس المكان الاول. تمام سكشن بوكس. ناتي يا جماعه لعمل الاثاث، ناتي لعمل الاثاث. لاحظوا ناتي للطابق الارضي، من وين نعمل الاثاث؟ عن فاميلي ها؟ من كومبننت، من كومبننت اثاث اشجار اي حاجه تعملها من كومبننت، لكن مش كومبننت موديل امبليس بليس كومبننت الاول، هذا لكي تنشئ تنبئ فاميلي، لكن هذا فاميلي جاهز. فتقول ايش؟ بليس كومبننت. لو تلاحظوا لما نعمل بليس كومبننت عايزين الكومبننت والفرش السرير فوق ايش؟ فوق غرفه فوق التكست، واصبح ايش؟ ملخبط، مش الرسمه واضحه. كيف الريفت ترك لك هذا؟ كيف حتسوي؟ انا ايش اطبع؟ ايش اعمل عشان اظهره في البلان؟ ايش اطبعه؟ كيف اسوي؟ وفي نفس الوقت التكست ايش؟ ايش سوي؟ اي لخبط لك مع هذا. في حاجة يا جماعة ريفت ما نساها، كليك يمين دبليكيت فيو، نسخة من الطابق، نسخة من الطابق، نسخة من الطابق. تقول بيقول لك دبليكيت ينسخ لك نسخة من الطابق بكله، دبليكيت ينسخ لك بدون التفاصيل، التفاصيل في الريفت هي التكست والأبعاد أي حاجة هذه تسمى تفاصيل. لو عملت الآن دبليكيت ينسخ لك البلان بدون التكست، لو عملت دبليكيت وذ ديتا لينك حينسخ لك وذ ايش؟ مع التفاصيل. دبليكيت از ديبندنت ينسخ لك بكل شيء ويعتمد لك على الاصل، لو غيرت في الاصل يعتمد على ايش؟ على هذا. فانا بعمل ايش؟ دبليكيت وذ ايش؟ بدون اي حاجه. لاحظوا. لانني بعمل ايش؟ اثاث يا جماعه. لانني بعمل اثاث ما محتاج تكست. لاحظوا الطابق الارضي جالس، حقنا جالس الاساس. بس عملت ايش؟ بدون ايش؟ بدون تكست. فاجي الى كومبننت واقول ايش؟ بليس كومبننت واختار لو تشوف اول حاجه ما يظهر لك الترابيزات بس، معك ولا ثلاث انواع المحمله معك وهذا نوع من الاشجار ما اعرف ايش هو. نقول لوت فاميلي وتروح للمكتبه حقك، تمام يا شباب؟ في معك عدد لا يحصى من الاثاث، ها تمام في اثاث، في حتى العربات، الاشجار،
كل شيء تحمله منها بهذا الطريقة كامل الكومبرنت، ما بيش لا أمر داخل اسمع عربات زي الويندو زي الدور، ما بيش الأوامر هذه داخل البريفت أمر لحاله اسمها كومبرنت مكونة. لاحظوا في ويني الأشخاص كل حاجة. إحنا عند أقول لك إيش نموذج مبنى سكني أثاث ونشي نحمل إيش مثلاً الغرف والصالات. لاحظوا هذه جميع أنواع كراسي وطرابيزات، إيش تحمل سرير، هذا سرير دبل تمام، وأقول إيش أبن شوف يحول من 2014 إلى 2018، هذه عملت هذا التيم الفاميلي عمل ب 2014. شوف لاحظ مشيش هنا هذا هو حق الأوتوكاد يا جماعة، غرفة نوم هذا حق الأوتوكاد مشو حق حقنا مفهوم، هذا الغرفة نوم. ثم أتي عمل يا جماعة وين السرير أطرحه وين يطرح السرير وين يا جماعة بهذا الشكل تمام، وأطرح سرير هذا نكون غرفة نوم حق الدبل أشتي هذا اثنين أسرة لاحظوا بهذا الشكل وعمل إيش أشتي دبل بس اثنين هذا حق الشخصين مكتبة تدخل الأثاث يقول لك سينجل ومدري ايش عاد يخيرك، لكن انا ادخل مكتبة هنا صح كنت ذكروني مكتبة المعماري نمذجة مبنى سكني أثاث وين والدبل غرف نوم في سر الدبل انا عملته وده هذا مثلا اوكي وعمل ايش الأفر بعدها 2018 لاحظوا. ثم اعطي لاوي ليش انا ما قبلش بليس فيس مودل ان بليس دقيقة ايش عمله كومبوننت موديل بليس لاحظوا بليس فيس كل بليس ورك بلان لاحظوا ركزوا بليس فيس في حاجة واجهة لكن بليس في بلان وضع لي في بلان لاحظوا حروفه اجي اطرحه وين واحد هنا لبني واحد الثاني ايش للبنت تمام واجي يا جماعة احط هنا اي غرفة المعيشة وغرفة الطعام والصالون ايش كومبوننت لاحظوا بين حمل هنا الان ما عاد تحملينش مره ثانيه بسبب التمبلت حقك نقول لود فاميلي حقنا شوف ما اشتغلش حاجه في الكثير اثاث غرفه نوم نعمل لنا ايش ايش تشتو من كراسي لاحظوا هذه نوع وهذا نوع هذا عن الله الصاله وهذا هذا الشمسي عند المسبح وهذا ممكن نعمله غرفه طعام عادي ها من 2009 ل 2018 لاحظوا عند رحاه هنا كبيرة ايش هي كبيرة ما تصغرش التمبلت الا لو بها بعاد لاحظوا ويني ما فيش معها لا بعد واحد ما تصغرش يا جماعة نختار واحد اصغر لانه يا جماعة الفاميلي هذه معمولة بابعاد بعضها يقبل التصغير وبعضها ايش ما يقبلش التصغير نحن نختار يا جماعة هذا النوع هذا الدلع ها مشكلة غرفة الطعام هذيك عن عمل في المطابخ لاحظوا تطرح هنا هذا الشق غرفة المعيشة وأيضا غرفة ايش الطعام أما هذا الصالون نحمل لها ايش مجلس فتح الله عليك مجلس مبنى سكني شوف يعني حاجة ايش كلها قدامنا ايش نسوي وين المجلس هذا المجلس شوف هذا مجلس جاهز شوف عيجي عليه ولاد عمل كنبه كل كنبه لحالها في مكتبه لاحظ ايش ليش ما رضيش مش مشكله لا مفترض انه يقبل يرسم وينه هذا كل شيء بيتحمل معك يا جماعه هنا نغيره ما نشيش هذا حتى يرسل كله ما يقعد ما مشكلة نغيره نقول ايش المكتبة مكتبة رفيد المعماري يا جماعة في المكتبة حق البرنامج نفسه موجود حتى لكن بشكل بسيط لاحظوا وجيت واسمت لك في فرنيتشر اسمها فرنيتشر المكتبة حق البرنامج نفسه هذه مكتبة عملوها لاحظوا المكتبة حق البرنامج نفسه موجودة فرنيتشر ويني ها لا هذا فرنيتشر ويني فرنيتشر نختار ايش كنبات سيتنج اذا الكنبات نختار هذا النوع مثلا في انواع كثيره بس انا معلش ايش هذا الكنبه لاحظوا وجيت احطها وين في هذا المكان وايش دمل روتيت وفي هذا المكان واحده صح
وفي هذا المكان وفي هذا المكان عادي. تمام، لاحظوا يا شباب ممكن ترابيزات المطبخ تعمل له خلاص الحاجه مفهومه صح. كومبوننت كومبوننت المطبخ، وين حق المطبخ؟ لود فاميلي المكتبه المعماريه. شوف في حاجه اسمها ادوات المطبخ هنا في المعمل كثير حق المطبخ. وده مطبخ وينه؟ قرا مطبخ ما عاد نعمل مطبخ. اول واحد تحت، ثاني واحد اول واحد ها للمطابخ عدلك، لكن انا قلت نقحت هنا شويه المطابخ اثاث مطابخ. لاحظوا ها جاهز، في جاهز في جاهز وفي تشكل. لاحظوا هذا جاهز، لاحظوا حاجه جاهز لكن ربما تكون كبيره. لاحظوا ربما تكون كبيره على المطبخ حقنا، لكن انت في 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 اي ثلاجه في غساله لحالهم هذا جاهز يعمل جاهز. تمام ان شاء الله يكون عليه ولا نغير. لاحظ كبير عليه كبير، فانت في هذه الحاله ما يتصغرش. في هذه الحاله انت ممكن تعمل ايش؟ كومبوننت وتروح بهذا الشكل وتروح مطابخ. وين مطابخ؟ ها مطبخ. وين مطابخ؟ قلتوا هذه مطابخ. ها كل شيء موجود، مش هذه المطابخ يا جماعه، مطبخ ادوات مطبخ يا جماعه. في مطبخ وينه شباب؟ ما لكم ندخل في مطبخ؟ لا لا في 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 بس انا باسم ثاني، باسم مطبخ او كذا او اثاث اثاث اثاثات ثلاجات للمحلات اشخاص اضاءه. ممكن تدخل المكتبه حقنا موجود بس مع مع مع, مع ممكن تدخل هنا وتقول فرنتشر ليبراري، هذا المكتبه حق البرنامج، هذه مكتبه خارجيه وتقول ايش؟ فرنتشر. تمام، وتختار ايش؟ حق المطابخ ايش؟ ميرور. خلاص تعبي تعبي الرسم حقك اثاث حسب ما هو في هذا. عباقي هنا تجي تعمل اثنين كراسي، وهنا اثنين كراسي، وهنا اثنين كراسي. تمام، وتجي تعمل تمام. بعدين تعمل ايش؟ كليك يمين وتحدد تحدد فرنتشر، اسمين فرنتشر. تمام في الريفت، وتعمل ايش؟ ميرور، ثم تختار من وين؟ هذا الشكل. ثم بعد ذلك ايش؟ خلاص اعمل لهم، ثم تحدد كذا وتعمل ايش؟ فرنتشر، وتعمل ايش؟ كوبي صح، توديهم للطوابق ايش؟ الذي فوق الاول والثاني، احنا سوينا في الارضي وايش؟ الان حيجيبهم بالطوابق فوق التكست عادي. انا اقول لكم كيف تكون تسووها حتى لو جاب بدون عمل دبليكيت هنا. وضحت جيل الطابق الاول، الاثاث ايش؟ موجود لكن ايش؟ فوق ايش؟ فوق التكست. لاحظوا شوف حتى الرسمه ما نسيش لون البلاطه هكذا، حنغيرها سيراميك. تمام، حنغير لونها سيراميك، حنجي نغيرها الان. لاحظوا الاثاث فوق ايش؟ فوق ايش؟ فوق البلاطه. ممكن تقول له كليك يمين دبليكيت ويد ايش؟ بدون تفاصيل، عمل لك ايش؟ بدون تفاصيل. هذا البلاطه مش عاجب لنا كذا، نقوم تغيرها من وين؟ تغير لونها من وين؟ من البنت. تمام، من البنت تقول ايش؟ ايش اختار لها من لون؟ ممكن سيراميك، سيراميك او تحول صوره، سيراميك لصوره، او تقول من هنا ايش؟ سيراميك. نشوف هذا ايش هو؟ هكذا مثلا بهذا الشكل. رغم ان هذا مش سيراميك ولا حاجه، هذا خرسانه. لكن يعتبر جميل صح؟ طبعا ممكن تغير صوره يا جماعه، تحمل تروح وون وتغير نيو ماتيريال وتضيف اي ماده شي تضيفها في بنت لازم تعملها اول شيء بالوون. تمام؟ ولا بالبلاطه عادي جدا. ها اديت، لاحظوا اديت مش مشكله اديت، ونقول له ايش؟ نيو فاميلي، ونقول ابيرنس صوره، ونجيب لنا سيراميك. وين السيراميك يا جماعه؟ مثلا ايش تشتغل من سيراميك؟ هذا سيراميك طبعا معي خامات كثير غير هذه، بس ثقيله يا جماعه، شيء حوالي يجي حق حط 10 دقيقة. هي ايش نقول ايش؟ وين السيراميك يا جماعه؟ اختاروا لنا نعمل له على البلاط. هذا اي ما بيش ما بيش رقمها، ما ما السيراميك انا ما جبتش. فنختار لنا مثلا هذا النوع. ما. نختار لنا نوع كذا قريب يكون نوع البلاط. ايش شو؟
هذا النوع مثلا، هذا النوع مثلا على سبيل المثال، رغم انه حق هذا الالوان والحمامات والحاجات تمام، ممكن تعمل حجر زي هذه شوف كيف فيه. نختار هذا النوع. اوكي اوكي اوكي، لاحظوا نعمل ايش ريلستيك. اول بعد ليش متفعلش؟ انا تغيرته هلا حتى قدوم مفعل، بس هو شكله ما عارف ايش مزعل مننا. بنت وينه الشكله؟ الشكله ممكن نعمل ممكن نعمل هذا اللون يعني تمام، ممكن نعمل هذا اللون الاقرب للسيراميك تمام طبعا، او هذا اللون الاصفر. لكن في سيراميك احنا نزلناها الان مفترض يظهر هذا اللون مثلا تمام، هذا اللون مثلا على سبيل المثال مقبول. ها اوريك تجي لل 3 دي، شوفوا كيف الاشر الداخل دي لل 3 دي، يقول لي اوربت، يقول اوربت بلان فيو، يقول تظهر لي الطابق الاول ثم ارجع بدحروجه كذا، شوف كيف يطلع لك الاشره. ها سرير سرير يعني ما فيش كلام تمام. ها عدك تشكل وتشكل وتشكل تمام. بس يعني هذه مدخل عامل هنا، نجي نرسمها الان. ها ما في عندنا الباب، مدخلها نطابق الارضي، مطابق الارضي هنا مدخلها. نجي نعمل باب دور دور مدخله شوف يعني ايش نقول ايش لمكتبة الربط المعماري، مبنى سكني، ابواب، وين ابواب؟ نختار هذا مثلا او هذا او هذا من السور، وهذا ايش؟ هذا 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 الزجاج، الزجاج. ها بي كم قلنا مدخل البيت؟ ارتفاعه لا يقل عن 220 وعرضه لا يقل عن متر وايش؟ 40. كرو هذا نجي لها هنا ونقول ايش؟ دور دور ايش؟ فور صح؟ دور فور تمام؟ ونجي ايش العرض والارتفاع؟ خلاص يا جماعه احنا نخليه ديفولت وانتم ايش؟ غيروا. اوكي؟ ثم تاتي لها هنا ايش؟ للمدخل. تعمل ايش؟ مسطره. لا شوف هات تمام. ثم هذا نجيبه ممكن نجيبه لفوق لكن بابعاد صغيره. ايوه لا داخل عادي، لا داخل احسن. نعمل كوبي ونوديه للطابق كم؟ الطابق الاول، الطابق ايش؟ الاول لكن يكون في جلابه لكونه تمام؟ الطابق الاول اعتمد له نفس المكان. دقينا مالك هذا شي نخرج لها عشان الرسمه عادي شي اعمل ايش؟ مسطره تمام؟ لاحظ اعمل له كوبي واوديه للطابق ايش؟ الاول والثاني والثالث. نصغر حجمه عادي اوكي، ثم تاتي للطابق الاول. لاحظوا هو هذا يخرج البلكونه يفتهم. ايوه انا نصغره نقول ها نقول دبليكيت نفسه ابو فتحتين، حتى لو يكون كبير فيه تحت ذا ويخرج تمام. بالذات لو في مصر، في مصر لو في مصر نقول دور كم؟ دور 5 اوكي. ونجي نصغره صح؟ نجي نصغره؟ لا نقول هذا هو 2 متر، نصغره لا 2 متر مثلا ارتفاع، والوت وينه؟ والوت متر ونص، نعمل ايش؟ متر يكفي، اوكي؟ اوكي، خلاص الان نجي نعمل كوبي ونعمل كوبي ونوديه للدور كم؟ الثالث والثالث بس الثاني والثالث بس، ونجي يا جماعه لوين؟ نجي للثري. خلاص لاحظوا ليش لا لا ليش ما اتعرف على الهول هذا، هذا ليش ما اعتمدت انشاء هذا؟ يا جماعه ليش ما تخرجوا شوف نعمل هذا ونعمل كوبي وخارجونا نودب بنفس الارتفاع وخلاص طابق الثالث والثاني اوكي. ليش ما ترسمش هذا؟ نقول لك كوبي ليش ما يجيب لنا بالطابق الثاني والثالث اوكي خلاص
يتضمن. ايوه كيف نعمل الدرابزين يا جماعه؟ الدرابزين فوق البلكونه، نجي للطابق الارضي الدرابزين هذا الان ايش نعمل درابزين؟ تاتي الى اركتكتشر في حاجه اسمها، في حاجه اسمها ريلينج. ريلينج هذا الدرابزين، تحدد كذا وتختار ايش نوع الريلينج. نختار نوع الريلينج، خلينا نرسم اي ريلينج، وناتي الى نرسم بايش؟ ببيك، لانه ايش مرسوم ها، او لاين لانه مش لاين. ثم تاتي ايش من لاين تختار منحنى صح، تاتي من هنا وهذه النقطه ثم ايش بهذا الشكل، ثم تواصل بايش لاين عند عندما انا الريلينج عشان نسوي هذا الشكل. بس ترسم واحد ما يقبلش ترسم مره. اوه هذا ما رسمش، ليش هذا ما رسمش؟ تمام نعمل صح. تمام لاحظوا عندنا نرسم هنا، خلوني ازيد اعيد ريلينك لاين تمام، ومش لاين كيرف في البلكونه هذه صح، من هنا لحد ايش؟ لحد هنا، لحد هنا، واقول ايش؟ اوكي. ثم اعمل لهذا ايش؟ ميرور، شوف احدده الريلينك هذا كله، واعمل له ايش؟ ميرور، اجيب الشكل الثاني صح؟ لاحظوا هذا الشكل. ثم اتي الى وين؟ لل 3D، ايش الحاصل؟ لاحظوا ايش عمل؟ جاب ريلينك، لكن مشكلة اللي جابهم في وين؟ في الارض. احددتهم واقول له تجيبهم لي وين؟ في الطابق الاول. ثانيا اغير نوعهم لا وين؟ زجاجي، لاحظوا في ها ثاني في واحد لا فوق ايش شوف؟ في ثاني احسن هذا كلاس هذا تمام. تمام شوفوا ريلينج زجاجي تمام، وطرح لك وين؟ فوق البلاطه. ارفع لها فوق، كليك كليك كليك، واقول ايش؟ كوبي، جيب لنا الطابق ايش؟ الثاني والثالث بس. اوكي لاحظوا تمام. حق بير السلم اجي للسطح تمام، وارسم وين؟ ارسم هنا فوق حدود السلم، ارسم وول تمام، اقول وول اركتكتشر، واجي ارسم على حدود ايش؟ اول اعمل اول شيء اعمل فتحه، اعمل فتحه لاحظوا اعمل فتحه للمنور، ايه وفتحه للمنور، اجي من وين؟ شافت، من شافت اختار مستطيل واعمل لي فتحه على ايش؟ على السلم تمام، واجي افتح ايش؟ فتحه على ايش؟ على المنور. لاحظوا الفتحه كيف تظهر اني فتحه؟ بايش؟ لازم اعمل فيها خطوط متقاطعه، اجي للثاني واعمل ايش؟ خطوط متقاطعه تمام يا شباب، تعمل ايش؟ خطوط متقاطعه على الفتحه. الان الفتحه قادر تسم من وين لا وين، لكن لا شو دي حددها، خلينا نقول صح فتح فتحه الان، هو فتح فتحه هنا بس. لو جيت عملت ريستك فتحه تمام، ليش؟ انا اشتق في رسمه الاوتوكاد، خلاص ما عاد داعي لها صح؟ فلتر واقول ايش؟ رسمه الاوتوكاد في الاخير بدي احذفها، لكن انا بدي اعملها ايش؟ هايد ان المنت، بقي الرسمه حقنا. ما بيش انا جماعه بلاطه، احنا في الطابق الارضي. لاحظوا لو جيت الطابق الاول ما فيش فتحه، اللي في بلاطه هنا ما فيش بلاطه في منصب الطابق الارضي، اذا فتحها خلاص. لكن لو جيت الطابق الثاني نشوف فتحها، تجي للطابق الاول تحدد الفتحات، لاحظوا تحدد الفتحات هذه وهذه وهذه، وتجي تقول له شوفوا تحددنا كثير، تجي الفتحه هذه هو عامل لك من الطابق الارضي، وحتى ليش اوفست كذا، لا جيب لي من الطابق الارضي افتح لي المنور هذا وحتى الطابق ايش؟ لا السطح تمام. وايضا الثانيه نفس الشيء، هذا الفتحه كان من الاول نحددها، لكن خلاص كذي ايش؟ لا السطح. فتح هذا السلم ايضا ايش؟ هذا بقى يرسم لنا رسمه سلم. ناتي الى 3 دي نشوف فتح لنا، خلاص قوم يا جماعه شوف كيف فتح لك. يلا اجي للسطح وارسم ايش؟ بير ايش؟ السلم. اجي للسطح وارسم ايش؟ حق السلم. اجي وول وول وارفع وول، وارفع كم؟ من الطابق هذا وحتى الطابق كم؟ سطح السلم يا جماعه، قلتوا خلاص به. وارسم وول ايش؟ مستطيل، قلتوا على السلم بس صح؟ على السلم، واقول ايش؟ اروح لل 3D لاحظوا
رسم لك ما عليك من المناور مفتوحة قليلا مفتوحة لا أنا ما أمسترض أيوة المناور هنا ما عاد فيه يا جماعة ركزوا أنا عاد أقوم أقول لها أنا المنور لاحظوا لأننا رسمت الشفت كلها بأمر واحد فهو معتبرها حاجة واحدة ممكن كذا كل واحدي كلين واحدي أنا لو نزلت كذا لاحظوا أخفيها لكن ما يستعمل ليش فتحوي في السلم لأنه أنا اشتغلت المفترض واحدة وتوقف وقعد يسمع واحد ثاني عادي نأتي إلى السطح سطح السلم ونعمل فتحة للسلم عادي الآن نرسم يا جماعة إيش البلاطة حق إيش نأتي إلى سطح السلم نرسم البلاطة حق إيش نأتي إلى السطح ونرسم البلاطة لإيش كذا مايلة من الوسط تأتي من إيش من فلور ومن فلور تختار أمر مستطيل وتختار أوفست أشي أخرج البلاطة هذه من شوية بدخولي صح أخرجها متر مثلا أو نص أو 80 سنتي شوف يحصل ثم جاء رسم من وين من حافة الوجه أشخرج خرجها هذا الأوفست عملتها يلي خرجها أنا بيرسم ما هو من الحافة للحافة لكنه خرجها من نفسه تمام وعمل إيش صح يجي هناك يقول لي ياس بيقول لك عمل ماتش ثم أتي لها وين الثريدي لاحظ رسمها وين صح رسمها لون رسمانك نحددها ونقول لها إيش جيبها لها وين لا سطح السلم ثم جبتها تمام ثم أتي إلى سطح السلم هي موجودة تمام عمل لها شدد تمام ثم عمل لها حددها بهذا الشكل وعمل في حاجة اسمها modify sub ارفعها من الوسط ترفعها من الوسط كذا modify sub element وأقول له حدد لي شوف الآن ممكن أرفعها من هنا أرفعها من هنا في النقاط الأربعة لكن أقول له حدد لي نقطة في الوسط أقدرها تقدير مثلا هذه النقطة ثم بعد ذلك أقول له نفس الشيء modify sub element لاحظ ثم ممكن أعيد لاحظ هذه مفعلة خلاص نقطة آتي لها فوقها شوفها مفعلة قول ارفعها لي كم نص متر الله يرضى نجي إلى 3D سحب بها التحذير هنا في رسائل تحذيرة لاحظوا باقي الباب تجي لها سطح السلم للسطح وتعمل ايش باب دور وتختار ويندو كم ويندو 1 ولا 2 عادي ها ويندو 2 تعمل ايش مش 2 كبير 2 يا جماعة عشان حق السلم بيكون اصغر حاجة وتعمل ايش فتحة لا مدخل لا المدخل ايش لا مخرج اكسب مدخل حاضرة مدخل صح لا مدخل ادخل نعمل ايش وندير 3D موجود حقك ايش الباب صلى الله وسلم تمام يا جماعة شوفوا هو طبعا متعب شوية لاحظوا يا جماعة الزلط الكثير بتكون في 3D لو رسمت 3D الواحد يجي لك مبلغ كبير صح فانت شكل بهذا الشكل ايش باقي معنا يا جماعة